By orthodontic falsely wrapping the compromised tooth, presence of the mal positive, in case of the presence of the mal positive, will be a problem. Yet the vertical dimension is a term used in dentistry, recurrent proliferation. And sometimes we, in the procedure, take it under. فمبسوطين ان عقدنا المؤتمر السنوي الثالث لاخصائي تقويم الاسنان، وكان في مجهودات يعني بذلنا جهد كبير في التنظيم، واللجنه العلميه قامت بدورها واللجنه التنظيميه قامت بدورها، والحمد لله. يعني انت شايف ان النسخة الثالثة من مؤتمر سنوي ثالث تقويم الأسنان كانت نوعا ما نقدر نقول أنها ناجحة. اللجنة بدينا طبعا نحن تيم واحد فريق من البداية، من أول سنة لعند توا ما تغيرناش إلا تغييرات بسيطة. التنظيم تاعنا كان نبدو طبعا قبل المؤتمر بحاجة شهر، وستيب باي ستيب، وحاجة يعني حاجة ما حاجة، وفي التعاون كان كل حاجة سهلة وسلسة. إن شاء الله الحضور مبدئيا كنا موفقين في الحضور، كانوا الناس يعني حابين، لأنه حاجة علمية وفي نفس الوقت في شركات داعمة لنا من الأسنان ومن غير الأسنان، يعني من الطب، وحتى عندنا حاجات خاطر الطب. فكان يوم مميز بصراحة، هن يومين متتاليات وكل حاجة جات كيف ما نبوا الحمد لله.